ارجع لحضرتك وارجع لي دلوقتي الفتره اللي هي اسبوع ديت مفروض ان المدربين هيواجهوا المشكله ازاي الحمل البدني اللي هيدرب بيه اللعيبه اثناء البطوله، ودي صعبه جدا. في عندك دلوقتي لعيبه في المنتخبات كان بتلعب صوره ماتشات واساسيه وبتلعب حمل جامد، خصوصا في اوروبا في ماتشين كل اسبوع. وفي لعيبه احتياطي ما كانتش بتلعب، او في لعيبه احتياطي اساسي. دي اللعيبه الاساسيه اللي عليها مجهود جامد لازم المدرب يعمل لهم ريكفري، ما يخليهمش يعملوا مجهود عالي. واللعيبه اللي ما لعبتش لازم يزود لهم المجهود. لكن في نقطه بقى مهمه جدا جدا، ودي هي سبب الاصابات. لو انت زودت الحمل قوي يحصل اصابات، ولو قللت الحمل برضك يحصل اصابات. وبالتالي لازم في حمل معين دلوقتي لازم هيعملوه خلال الاسبوع دوت، يعني المدربين طبعا يعني لازم هيتعمل ايه الحمل دوت، ان هم دلوقتي وحاول اوسطها كده عشان دي برضك من الحاجات الصعبه شويه. ان في حاجه اسمها الحمل المزمن او الحمل اللي انت عملته خلال شهر. ودوت بيتقيم وليه رقم. والحمل اللي انت هتعمله خلال الاسبوع. بنقسم الحمل اللي اتعمل خلال اسبوع على الحمل اللي اتعمل خلال شهر. لو طلع الرقم دوت ازيد من 1.6، يبقى معنى كده في احتماليه كبيره قوي للاعب انه يتصاب. ولو طلع الرقم دوت اقل من 1، يبقى في احتمال ان اللاعب ده هيصاب. احسن حاجه للعيب ان الحمل ده يبقى 1.3. طيب طبعا اللي بيحدد ده الجهاز ولا الدكتور ولا ايه بالظبط؟ لا، الاحمال مدرب الاحمال. مدرب الاحمال ليه؟ المدرب الاحمال مع الداتا ده مدرب الاحمال كده اهم من المدير الفني، اهم واحد دلوقتي. دي حقيقه طبعا. اهم واحد ليه بقى؟ لان يعني هو دلوقتي هو اساس الفرقه. هو يعني هو اللي بيتحكم ده. يتدرب ده ما يتدربش، لا ده النهارده ساعه، لا ده يريح، ده يعمل ريكفري. ده مهم جدا دلوقتي. بس انه مدرب احمال بقى، مدرب احمال اللي معاه الاجهزه المعاونه ليه اللي تقدر تديله تقييم وتديله الرقم. يعني لازم يكون معاه جي بي اس، لازم يكون معاه هارت ريت مونيتور القلب، لازم يكون على طول بيعمل نوع من اللعيبه يسالهم انت النهارده بيتابعهم اصاباتهم، يعني في الاخر عشان يطلع الحمل المظبوط. لكن لو هو معهوش الامكانيات ديت هيبقى بالظبط زي 10 سنين 20 سنه فاتت اللي هو التدريب العادي. يعني مدرب الاحمال من غير اجهزه ما يبقاش لا هيبقى كويس. وفي مدربين اجانب لغايه دلوقتي اللي اشتغلنا معاهم ما بيستخدموش اي نوع من الاجهزه الحديثه، وفي انديه ما عندهاش امكانيات. بس مش هيوصل للكفاءة اللي انت منتظرها. او لما هيجي بطولة زي ديت عنده اسبوع ويلعب مباريات بعد سيزون في انجلترا او اسبانيا او المانيا، ويجي يلعب اسبوع من غير اصابات ولياقة بدنية عالية للفرقة، هيبقى صعب عليه جدا. طيب سؤال يا دكتور، النهاردة هل ده ليه علاقة بزيادة الاصابات في الفرقة؟ يعني النهاردة لو في فرقة بتعاني من اصابات كتير، مثلا خلينا هنا في مصر، النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان بيعاني من اصابات كتير، كان يقول لك اجهاد وضغط الماتشات ومش عارف ايه والقصه اللي كانت بتتقال دي. هل ده علشان هم ما عندهمش التطور الخاص بالاجهزه اللي حضرتك بتتكلم عليها بالنسبه لمدرب الاحمال، مش عشان النادي الاهلي عشان الناس هتقوم قايل لك ده بيه؟ احنا مصر لينا كتالوج مختلف. بمعنى ايه؟ انت الاصابه عندنا في مصر هتلاقي ليها غير مدرب الاحمال. طريقة السهر الحياة. لكن هو هناك ماشي محترف. ماشي على الكتاب. ما نقدرش نظلم مدرب الأحمال اللي في مصر أو مدرب الأحمال اللي في نادي الأهلي. بتبقى مشكلة اللاعب. مشكلة اللاعب ومدرب والأحمال والمدرب. يعني بقول إن في مدربين لغاية دلوقتي ما بيعتمدوش على مدرب الأحمال. هو اللي بيعمل الحصة التدريبية كلها. أنت فاهمني؟ يبقى بالتالي في مصر ما وصلتش انت لمرحله انك انت تقول لا ده المشكله في مدرب الاحمال. هي مشكله متعدده الجوانب، اللعيب، المدرب، الاجهزه، مدرب الاحمال،
والدكتور برضك يخش في نفس يعني المنظومة، الاتحاد نفسه وتنظيم الماتشات والمباريات والجدول الدوري. يعني برضك انت عندك مشكله انك انت مفيش ضغط الماتشات، مفيش انتظام. لا لا، اوحش من ضغط المباريات انتظام المباريات. انتظام المباريات، لان مع عدم وجود انتظام مش هتقدر برضك تظبط الاحمال، فده بيتسبب في كسره الاصابات.